بس معلش عايزك تقولي الو تعرفي مين معانا على الهاتف، قولي كده الو. الو 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 سندس. ايه مين؟ نصرة. نصرة عيد عبد الملك كابتن الفريق. ازيك يا كابتن نصرة؟ الحمد لله. ازيك طبعا. خلاص سندس بقت خبيره في الاصوات، خلي بالك يعني، يعني لو قلت الو بس مش لازم تقولي ازيك يا سندس هتعرفي. طبعا. ازيك يا نصر عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك على البطولتين، وان شاء الله الدوري يا نصر زي ما وعدتينا ان شاء الله يجي باذن الله السنه دي باذن الله. والله يا كابتن ربنا يخليك. والله تعبتوا انتوا الفتره اللي فاتت يا نصر. والله الحمد لله. يعني احنا السنه اللي فاتت كان عندنا زي تروب كده، خسرنا 3 بطولات ودي كان عمرها ما حصلت وكده، فان احنا نرجع بطولتين في اقل من شهر فدي كانت مدينا قوه ان احنا نحافظ نرجع تاني الدوري. كل ماتش لينا بالنسبه لنا ماتش ككاس لينا لازم نكسبه علشان ناخد البطوله وكده. مستعدين كويس قوي، استعدينا لبطوله الكاس واستعدينا لبطوله القاهره، وان شاء الله عندنا استعداد قوي قوي لبطوله الدوري ان شاء الله، ونقدر نرجع الدرع باذن الله ان شاء الله. طب نصر كلميني عن اللحظات الصعبه يعني اللي شفناها في الموسم، يمكن كمان شفنا بعد ماتش الزمالك فرحتك كانت شديده جدا جدا جدا، يعني كلميني عن اللحظات دي. والله بص، يعني هو طبعا انت عارف ان الماتش زي ده بيبقى ديربي طبعا، هما السنه اللي فاتت برضه لعبوا فاينل واحنا ما لعبناش، فدي حاجه بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. الماتش دوت هما فرقه كويسه، يعني فرقه بتنافس، يعني قدامها 2 3 يبقى ليهم مستقبل، يقدروا يحافظوا على الكيان بتاعهم وكده وعلى المستوى السني بتاعهم، فرقتهم فرقه كويسه جدا. احنا هنا النادي الاهلي دايما بيساعدنا ان احنا لازم نرجع تاني، بنرجع بقوتنا، نرجع نحافظ على البطولات تاني وكده. فطبعا الماتش ده كان بالنسبه لنا كان صعب جدا، لان احنا اول بطوله لينا كنا لازم نحافظها، وكمان باللاعب اللي هو النادي بتاعنا المنافس اللي هو نادي الزمالك وكده، فالمباراه بالنسبه لنا كانت مباراه مهمه جدا فان احنا نقدر نكسبها يعني. فالحمد لله. يمكن ده تفسيرك فعلا للفرحه الشديده، تفسير منطقي للفرحه الشديده بعد المباراه. طب كلميني انت، بتتواصلي مع مروه عيد عبد الملك على طول ولا لا؟ كنت على طول. لا كل يوم ولا يعني على ما تفرج؟ لا لا كل يوم. لا كل يوم طبعا متواصل مع مروه طبعا كل يوم. متابعه ماتشاتها، اخبارها ايه؟ طمنين عليها. والله تمام الحمد لله. هي ان شاء الله هتلعب سيمي فاينل كاس فرنسا دلوقتي الحمد لله، بقت هدافه الدوري الفرنسي. مروه ماشيه بشكل كويس، بتلعب ال5 ماتشات اللي هم دي اوف اللي هو من نظام الدوري عندها السنه دي، ان شاء الله ماشيه بشكل كويس في الدوري وكده، وان شاء الله تقدر تجيب مركز كويس السنه دي في الدوري الفرنسي ان شاء الله. ان شاء الله. نصر عيد عبد الملك كابتن فريق كره اليد للسيدات بنادي الاهلي، بشكرك نورتيني وشرفتيني يا نصر.